مشاهدينا، استراتيجية جديدة اعتمدتها قوات النظام السوري لمواجهة الجيش الحر وحركة التمرد داخل منظومته. هذا التكتيك الجديد الذي كشفت عنه صحيفة الواشنطن بوست استند إلى إنشاء قوة جديدة عبارة عن ميليشيات مسلحة قوامها 60,000 عنصر تنضم للقوات النظامية. تتكون عناصر هذه المجموعات من جنود في قوات النظام ينتمون في أكثرهم إلى الطائفة العلوية، وأيضا بالإضافة إلى الطائفة العلوية مسلحين غير نظاميين. التشكيل الجديد هذا أنشئ بدعم من حزب الله وإيران اللذين توليا أمر تدريب هذه الميليشيات. على ماذا؟ على حرب العصابات أولا، وبالإضافة إلى ذلك هناك تدريب على وسائل القتال في مناطق الريف طبعا التي تشكل القواعد الخلفية للثوار. التكتيك فرضه فشل جيش النظام في مواجهة زحف مقاتلي المعارضة وحجم حركة الانشقاق أيضا بين صفوف جيش النظام، بالإضافة إلى تراجع تعداده بحسب مصادر المعارضة. تراجع هذا التعداد بحوالي 70,000. طبعا سنرى الأرقام هنا الآن، كان بالأصل وصل عدد الجيش النظامي إلى 70,000 جندي بعد أن كان حوالي 320,000 جندي. هي الأرقام التي لم يتم التأكد منها من مصادر مستقلة. بعض قوى المعارضة تقول أيضا أن عديد الجيش الحر يبلغ حوالي 300,000 مقاتل طبعا، ولكن بدون أسلحة نوعية. معلومة أخرى لم تؤكدها مصادر مستقلة، بمعنى أن جيش النظام لم يعد جيشا بمعنى التراتبية العسكرية والتنظيم الهرمي، حيث تحول منذ أكثر من عام إلى خلايا طائفية ومجموعة ميليشيات ما يسمى بالشبيحة، بالإضافة إلى اللجان الشعبية. فقد شكل كل من حافظ مخلوف بالإضافة إلى رامي مخلوف ميليشيا خاصة من حوالي 35,000 عنصر من هذه الميليشيات، يتم تدريبها في معسكرات في دمشق بالإضافة إلى الساحل. طبعا عمليات هذه المجموعات تقوم بإسناد من قبل سلاح الجو والطائرات المقاتلة للنظام، بالإضافة إلى صواريخ سكود والمدفعية الثقيلة. تقوم هذه بقصف معاقل ومناطق الثوار، بعد ذلك يتم الدفع بمجموعات الشبيحة بالإضافة إلى الميليشيات إلى المنطقة المستهدفة بقيادة قلة من أولا الفرقة الرابعة، بالإضافة إلى الحرس الجمهوري حزب الله، إضافة إلى مستشارين إيرانيين.